والتانية تقول لك هو لو لكل الناس لكل الخلق لأمة لا إله إلا الله. إحنا حبيت إحنا حق إحنا مالنا يا سيدي. تصور ده ليل ما نمتش. انا كمان طول الليل ما نمتش. بتفكر فيا؟ لا السرير كان مكسور. تعبان؟ انا تعبان الحمد لله يا حبيبي. اخلي انسان اللي بحلم بيه. تحلمي بمين؟ تحلمي بمين يا هانم؟ واحده في جمالك والقبهه دي كلها تحلم بواحد مضروب زي ليه؟ اعمل ايه؟ فيك حاجه شداني. وادفع عمري واعرف ايه الحاجه دي؟ ادفع عمري. امبارح قعدت اقلع والبس قدام المرايه اربع مرات اقلع وابص. مفيش حاجه تفرقني عن خلق الله زي الناس. اخر ما زهقت نزلت على القهوه لميت الحته كله شيخ الحاره وشيخ البلد وشيخ الغفر والشيخ الشريب. ما خليتش جمعتهم في القهوه قلت لهم اقفلوا القهوه ولا وقفت لهم على الترابيزة قلت لهم قولوا لي يا اخوانا انا فيا ايه؟ خدني الشيخ الحارة قال لي يا خميس يا ابني انت انسان مش انسان. انت شيء مكعبر لا ليك طول منعرف. تحب واحد كنس ليه يا ست هانم؟ ليه؟ اهم حاجة تعرفها ان انا مقتنعة بيه كويس قوي. تقتنع ازاي؟ ده انت فوق ولا تحت؟ الحب ما راحش فوق وتحت يا خميس. ايه؟ الحب بينزل اللي فوق تحت ويطلع اللي تحت فوق. حب ايه اللي ينزل ويطلع ده؟ ثبت؟ انتوا بتسمعوا الكلام ده فين؟ تعرف بقى نفسي فين؟ ايه؟ نفسي اخدك واسير معاك فوق السحاب. نفسي اخدك ونغوص في بحر ملوش قرار. نفسي اخدك ونعيش في جزيره بعيد عن الناس. يا رب جزيرة ايه ونغوص؟ انتوا بتسمعوا الكلام ده فين؟ يا خميس يا حبيبي الفقر مش عيب. ايوه عش عصفوره يكفينا ولو ما صغير تقضينا. ايوه عش العصفوره. انا عرفت بتسمعوا الكلام ده فين. انا فهمت دلوقتي ايه اللي خرم دماغكم. الافلام القديمه المضروبه اللي مفروضه علينا كل يوم بالعافيه. شوفوا عش عصفوره. شوف النخع والكذب. ما كانش حد غلط. كانت الشجره خدت الف وخلصنا. انما عمالين نسمع وعمالين نشوف. لما خلاص ده في اغاني اكثر من الافلام. ده في اغاني. ده في واحده تقول لك قال على الباصات الباصات غديني جبنه وزيتونه وعشيني بطاطا. انا اقطع دراعي لو جبت الغدا جبنه وزيتون. اقطع كذب. هي عارفه انه كذب واحنا عارفين ونسمع برضه. والتانيه تقول لك هو لو لكل الناس لكل الخلق لأمة لا إله إلا الله. إحنا حبيت إحنا حق إحنا مالنا يا سيدي. أنت حبيتي طب إحنا مالنا؟ هندور نفتن على البيوت. هندور على كل بيت يا اخوانا. الهانم حبت وتاني يوم تطلعنا عيال وتطلع من سلطان. حاجه خلاص حاجه ده. هو دماغنا باظت من شويه. هو ما هو من الاغاني ده تاني يوم تقول لك ايه؟ تاني يوم يما القمر على الباب. القمر طلعوا له في امريكا احنا لاطعين واقف بره. بيجيبوا الكلام ده منين؟ مالكش دعوة أنت يا خميس. ماليش دعوة بعد كل ده. وماليش دعوة ده احنا عمالين نسمع في أغاني ليل نهار. ده في واحد بيقول لك
قال انا عايز صبيه عيونها عسليه. انت بتتشرط يا اسامه. ما دي حاجه رخيصه. وتاني يوم يقول لك قال ايه تعب القلوب يا هو الله وجع القلوب يا هو الله ما اخدته كل حاجه ما ناقصي اي حاجه ما معايشي اي حاجه ما يقدم شكوى لوزاره الشؤون. هو بيقول لنا الكلام ده ليه؟ يقول لنا الكلام ده ليه؟ ما يصحش كده يا خميس. ما يصحش مين ده؟ ده ليه غنوه؟ العيال بيقلدوه في الشارع فضيحه والله فضيحه. يقسموا نفسهم اتنين ويقعدوا يقولوا لبعض والنبي لنكيدي لا عرسان يا كيدانهم يا فرسانهم بالقوي احنا رايح يا ام عباس ده في مطرب رفنع جديد انا ما اعرفش اسمه ايه الجدع ده نبقى قاعدين الساعه 8 بالليل بالظبط في امان الله مبسوطين بنضحك وده فجاه يروح طالع من التلفزيون وتاني يوم قال عشان يجدد يقول لك ليه 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 هتطلع تاخدنا يا لبيه ايه ايه ده مالكش دعوه انت يا خبير مالكش دعوه مالكش دعوه ده في مطربه رفنعه برضه يا خرابي يا خرابي تطلع فجاه تقول لك قال ما شربش الشاي ما شرب اي شاي ما شربش الشاي ما شرب تشرب ايه يا ست تشرب ايه يا ست مش لما تتغزل الاول وتشربي شاي ولا ازوزه ده هيفيدك بايه ايه اللي هنستفيده لما دي تشرب ازوزه لسه افهمها دي لسه افهمها ايه حصل ايه ما حصلش حاجه ما حصلش حاجه ولا تاني يوم تقول لك قال ما خدش العجوز انا قال زقه يقع في الانا زق مين زق مين ده ربع مصر عواجيز كباره زي العسل محترمين حرام والله حرام يا خلق الله ولا طشت قال لي قال طشت قال لي يا حلوه يا لي قومي 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 فزي قومي استحمي قومي قومي يا ستي قومي قومي استحمي الطشت نطق من كتر الوسخ الطشت الطشت قال لها قومي قومي يا نكنة قومي الطشت الطشت البلد الوحيده اللي نطقت الطشت في العالم احنا بس ولسه يا ما نشوف لسه الاروانه والبستيلا والجردل لسه كله جاي يختشوا الكلام ده يختشوا هم لا انت لا يختشوا هم ده كلام لا ليه معنى ولا ليه طب قولي لي معنى ده ايه ساكن في حي السيده وحبيبي ساكن في الحسين وعشان انول كل الرضا يومات اروح له مرتين مر صايع انا ما عنديش شغلانه ولا ايه اقوم من النوم رايح جاي ليه يا عالم عيب يا خروج كده عيب مين عيب مين ده حرام ده حرام ده انا كسرت الراديو من غيظي مره على ريق النوم لقيته بيغني يقول لك المصطاجي يشتكوا من كتر مراسيلي من كتر ما هو في جواب بيوصل
بس اشوف البسطجيه. اي كلام يا عبد سلام، اي كلام يا عبد سلام، ولا كاسد ولا كاسد. مال ده اللي داخل في خراب بيوتي ليه بس؟ ده العيال عماله تتربى وتكبر وتسمع، ده في جيل طالع بسبب الكاسد ده، هو في جيل طالع ربنا وحده يساعدنا فيه يا رب. كل بيت في 100 شريط على الاقل، كل بيت في مطرب فيهم اسمه مسعد الفاص الغرابي يقول لك والله ونضفت يا مسعد. شوف نضفت، واحد استحمى مره يعمل شريط؟ الجوع كافر. واللي بيقول لك وشوشني حبيبي في وداني، وشوشني حبيبي، امال هوشوشك فين يا سيدي؟ تلموها شويه وخلوا عندكم شويه، ودي شوبه زقه ولا عدويه. ولا عدويه. تدهنا بالشح الضح، طلعنا حبة فوق وحبة تحت على طول رقبة أبونا، زحمة جاب لنا الألم، توه عيالنا طقطع نفوخنا. هش يا حب هش، كله على كله، قرقشنجي ده بحجبشه يا ناس، قرقشنجي ده بحجبشه يا خال الله، قرقشنجي ده فين؟ قرقش يا عمري ما سمعنا الكلام الفارغ ده. هز يا حب هز يا خرج واخرتها اللي يقول لك سقف سقف للطرطه. سقفنا لكل حاجة فضل الطرطة. أنا نفسي أعرف حاجة واحدة بس، أنت إيه اللي مزعلك؟ مزعلني؟ يختشوا شوية، يختشوا. أنا مش زعلان منهم والله، أنا ماليش دعوة بالمطربين واللي بيغنوا، أنا ليا دعوة باللي بيألف. الكلمة يا خلق الله، الكلمة هي اللي بتربينا يا ناس، الكلمة هي اللي بتعمل أجيال يا خلق الله، مش المطربين. الكلام انا مش علام المطربين. المقالة بتتقال مرة واحدة، الخطبة مرة واحدة، الحديث مرة واحدة، الغنوة وراك اتراك من المطروح، المطبخ في الحمام في العربية. ده في اغاني اللي بيقولوا عليها عاطفية، انا يا كبير بتكسف. ليه انا يا كبير؟ طب اسمع يقول لك ايه، الحبيبها لست وحدك فهم كثير. كثير؟ طب لما هم كثير ما تخلع انت يا وثاني يوم يقول أنا يسعدني تبعد عني وتقرب غيري في هواك. تقرب؟ يا نهار احوس عليا وعلى سلمي. أنا أزعل مع حبيبتي يوم أقول لها روحي قربي غيري عشان تعرفي أنت؟ يا لهوي يا خلق الله على اللي بيعملوه فينا. ليه يا رب نسمع كلامك؟ ما يصحش كده يا خميس بقى. ما يصحش هم، ما يصحش هم، وحرام عليهم هم ينقوا. ده في واحد يقول لك قلبي يا قلبي يا ابو الحيارة، والله لعملك شارع وحار. شارع انت هتقسم بلدية هي. يا رب حرام حرام. وطول النهار حياط، طول النهار. انا معرفش في راجل يا عاير؟ لا في راجل يا عاير يا خلق الله. عشان مين يعيط؟ عشان مين؟ طول النهار تسمعي يقول لك يا حبيبي قل لي اخر تجرحك. ومرة يهنيني قال ومرة يبكيني، ده انا كلمة تجيبني وكلمة. رجلاه اللي كلمة تجيب وكلمة تجيب. رجلاه وكلكم
والراجل اللي بيقول يا شبشب الهنا يا ريتني كنت انا. شبشب شبشب واحد كله امنية حياة اهله اللي يبقى شبشب ليه نحفظها ليه دي؟ ملوش لزوم الكلام ده يا خميس. ملوش لزوم ده حتى الاغاني الوطنية يا خير الله كمان الاغاني الوطنية اللي املنا فيها. اسمعي يقولك قال وبلدنا على الترعة بتغسل شعرها قال بلدنا على الترعة بلد عمرها 7000 سنة ولسه بتاخد بالهرسي على الترعة. ترعة ترعة خليها بانيو خلي انتم مستخسرين فيها البانيو ليه؟ حرام يا خلي الله حرام. ده في واحد يقولك بقاله 20 سنة ليه ليه يلي حسامك ساتاني مهر الغالي وانا ما معاوية البيض بقى معاه 200 جنيه اللهم صل على النبي ولسه بيسحب 100 جنيه لحد النهارده. ولغنوه بيقولها انا ما اعرفش بيقولها ازاي بيزعوها عبرنا وعدينا والحمد لله وده لحد النهارده يقول لك لا حد يعدى ولا حد يعدى. ما تجيش تغمى يا مولانا عيب يا خلي الله عيب عليك انت عيب عليهم هم عيب ده في واحد يقول لك بيبقى يا رايحين الغوريه هاتوا الحبيب هدية ما تجيبي انت يا ما تجيبي انت يا اخي في ساعات يبلبلوك في ساعة واحدة في ساعة واحدة تلاقي دماغك دين دورت فجأة تسمعي يقولك اي دمعة حزن لا 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 حلو اهو ده كلام عسل بعد شوية بقى ابكي ما ترسوا على حال احنا هنعيط ولا مش هنعيط هو ايه حكاية يا خلق الله ولا عمنا بتاع حزام الكاراتيه في الغنى ده يا يا بلدي يا بلدي يا عم يا عافية حكاية يا عافية ولا ايه ولا الجدع اللي بيقول سلم لي على الترمان انت مسطول يا غالي بس انتوا مش لاقيين كلام يا خلي الله مش لاقيين كلام تقولوه خلاص اتسدد. انا ما انساش مره بفتح الراديو كلهم بيبيعوا فاكهه كلهم فكهانيه اللي ماشي يقول لك حماوي مشي مشي وعلى بقى يا عيني وعلى بقى يا عيني عيني وهي بتاع الرمان اهم الرمان قطاب وهي بتاع الرمان وقال يا خوخ نون الحبان وقالوه يا منجح قالوه وختمها ابو شنب الفيران له بتاعي الفيران يا عيني الفيران له بتاعي الفيران لي بنغني للفراولة انا بقولها على الملأ لكل الدنيا بيقولنا هتتخرب من الكلام الفارغ ده هو بقولها لكل المسؤولين عن الغلا في مصر بعلو صوتي من اول السيد اللواء الدكتور محمد عبد الوهاب الى المقدم هاني شاكر نصيحة مني اقفل اي حاجة عشان تعيش صح من هنا ورايح والسلام عليكم ورحمة الله. خلاص يا بنت الناس انا هاخد عربيتي واروح اعملي معروف. لا يا خميس انا مش قادر انا خايفة عليك تركب عربية دي. عربية ايه؟ بتاعتك. انا اتحدى واحد في مصر راكب عربيتي دي برهان مؤاخذة عربية قلمة عربية عمولة على ايدي دي عامل عربية على ايدك انا حتة فيت على مرسيدس على بيجو على تيوتا على سكودا على هوندا سكران سكوشن انا هبيعها بكرة ب120 جنيه وهتشوف. خلاص يا حبيبي انت هتبيع العربية دي وبعدين تفتح في عربيتي انا. انا سوق. بتعرف تسوق؟ بعرف. هات الدركسيون.
السواقي وانا دايما ادوس بنزين سواقي السواقين وانا دايما ادوس بنزين اوطى خطا الشرارة اسلو فيها لبخر واخلي الحمرة خضرة انا اسلو فيها لبخر واخلي الحمرة خضرة بعشرة سغو سجارة وانا سواقي السواقي وانا دايما ادوس بنزين سواقي السواقين وانا دايما ادوس بنزين اوطى قطع الشرارة فوق اوروبا لو شافوني قدام ديرك سيوني فوق اوروبا لو شافوني قدام ديرك سيوني يدوني نشنجا سواقي السواقي وانا دايما ادوس بنزين سواقي السواقين وانا دايما ادوس بنزين اوطى قطع الشرارة لا زقة ولا منافلة بايديا ليس الا شفت السواق.